بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني عشر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث موصولا كما سبق في بيان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، وانتهى بنا الكلام إلى القسم الثالث وهو الإحسان. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في اللغة مأخوذ من أحسن الشيء إذا أتقنه وأتمه على الوجه المطلوب. والمراد به شرعا كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يحتاج إلى بيان وتوضيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الإحسان الذي يكون بين العبد وبين ربه، وهذا هو أعلى أنواع الإحسان، وهناك هذا هو أعلى أنواع الإحسان وهو الإحسان فيما بين العبد وبين ربه، وهناك الإحسان بين العبد وبين الناس. فالإحسان كلمة جامعة تشمل الإحسان بين العبد وبين ربه والإحسان بين العبد وبين الناس. والله جل وعلا يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من أحسن فيما بينه وبين الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له وأدى حقوق الله، ليس له جزاء إلا الإحسان وهو الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن العبد أحسن فيما بينه وبين ربه، فإن الله جل وعلا يحسن عليه بأن يمن عليه بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومعنى الآية: لا جزاء للإحسان إلا الإحسان. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون. الذين أحسنوا أي قاموا بالإحسان فيما بينهم وبين الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، والإحسان فيما بينهم وبين الناس، لهم الحسنى وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة. ثم قال وزيادة، زيادة على الجنة. سبحان الله، الجنة أعظم شيء، ومع هذا يقول الله وزيادة، يعني زيادة على الجنة. فما هي هذه الزيادة على الجنة؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، أن هذه الزيادة هي نظرهم إلى وجه الله الكريم، ينظرون إلى وجه ربهم في جنات النعيم. هم في الجنة منعمون مكرمون، ويكرمهم الله زيادة على ذلك بأن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم، فيتجلى لهم جل وعلا فيرونه ويتنعمون برؤيته، كما جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي هذه الآية وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا أعلى درجات النعيم. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا لهم ما يشاءون فيها، يعني الجنة، ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ هو النظر إلى وجه الله الذي إذا رأوه ينسون ما هم فيه من نعيم الجنة، ينسون ما هم فيه من نعيم الجنة، يتلذذون برؤية ربهم وتقر أعينهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى، ويتشرفون بذلك، وذلك لأنهم عبدوه في الدنيا ولم يروه، عبدوه في الدنيا إيمانا به وتصديقا به سبحانه وتعالى، وهم لم يروه، فجازاهم الله جل وعلا في الآخرة أنه يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. أما الكفار لما لم يؤمنوا بربهم في هذه الدنيا، قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار لما لم يؤمنوا بربهم في هذه الدنيا ولم يعبدوه سبحانه وتعالى حجبهم عن أعظم نعيم في الآخرة، وهي رؤيته سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، نسأل الله العافية. وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأخبر سبحانه وتعالى أنه مع عباده المتقين الذين اتقوه سبحانه في هذه الدنيا، والذين هم محسنون، يحسنون أعمالهم بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يكون معهم بنصرته وتأييده
وإعانته لهم سبحانه وتعالى، فهذه معية خاصة، خاصة لعباده المؤمنين، تتضمن إكرامهم وحفظهم وإعانتهم وتوفيقهم وتسديدهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك. هذا جزاؤهم سبحانه وتعالى، نعم الثواب وحسنة مرتفقة. هذا جزاء الإحسان عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى من شدة اليقين والإيمان، فيتنتفي عنك جميع الشكوك والأوهام، فكأنك ترى الله سبحانه وتعالى عيانا. هذا من شدة الإيمان، فيقتضي ذلك أن تحسن عبادته سبحانه وأن تخشع له وأن تخضع له سبحانه وتعالى كأنك تراه. ومن بلغ هذه المرتبة فإنه قد بلغ أعلى مراتب الدين. فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم تبلغ هذه المرتبة، فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنه يراك فإنك تخشاه وتخافه، إذ لا يليق بك أن تخالفه وهو يراك وينظر إليك سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. لا يليق بك أن تخالف أمره وأن تفرط في طاعته وهو يراك. قال الله سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا علم العبد أن الله يراه وأنه مطلع عليه في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته وفي أي مكان، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، إذا أيقن بذلك وآمن به فإنه يبتعد عما يغضب الله جل وعلا وعما يسخط الله عز وجل. ولله المثل الأعلى: لو وقفت بين يدي ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء وهو ينظر إليك، هل يمكن أن تخالف له أمرا أو أن تعمل عملا يغضبه وهو يراك؟ تخجل منه وتستحي، فإن لم تستحي فإنك تخاف منه أن يعاقبك. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين
إنه هو السميع العليم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان على هاتين المرتبتين. المرتبة الأولى وهي أعلى أن تعبد الله كأنك تراه من شدة الإيمان واليقين، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، كأنك تراه ببصرك، وإلا فأنت لا تراه في الدنيا، لا تراه ولا يراه أحد في الدنيا، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يراه أحد بالبصر، ولكن يراه الإنسان بقلبه ويقينه وإخلاصه، يراه بقلبه كأنه يراه ببصره، فلا يخالف له أمرا، وإذا صدرت منه مخالفة فإنه يخجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويأخذه الندم والحياء من الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله عز وجل. هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين ربه سبحانه. وهذا يقتضي أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله في العبادة. إذا كنت تعبد الله كأنك تراه فإن هذا يقتضي أن تخلص له العبادة، فلا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، تخلص له العمل. والأمر الثاني أن تتقن العمل الذي تتقرب به إلى ربك، أن تتقنه وتكمله ولا يكون فيه نقص. وهذا كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه له الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبتعد عن البدع والمحدثات والخرافات، فلا يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين ربه: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا لا شك فيه، الله جل وعلا مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء، محيط بأعمال عباده خيرها وشرها، لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، يرى المؤمن في إيمانه وعبادته، ويرى الكافر والعاصي في كفره ومعصيته. الله جل وعلا مع خلقه كلهم، مؤمنهم وكافرهم، بالإحاطة والعلم، وهو مع المؤمنين خاصة والمتقين بالنصر والتأييد والتوفيق والهداية. هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين ربه. أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس، الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني وأحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه الأنواع تحتاج منك إلى الإحسان إليها. أولا الوالدان،
أمرك الله جل وعلا أن تحسن إليهما بالبر والصلة وحسن القول والخدمة والإنفاق عليهما ولين الكلام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أن اشكر لي ولوالديك. فالوالدان هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تعرف لهما حقهم وأن تؤدي لهما معروفهما. ولن تؤدي حقهما بالكامل، ولكن تؤدي ما تستطيع، وإلا فحق الوالدين عظيم. كان رجل يطوف بالكعبة ويحمل أمه على ظهره يطوف بها، فرأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عمر، هل تراني أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، ولكنك أحسنت، والله يحب المحسنين، وإلا فحقها عليك أكثر من هذا، ولا بزفرة من زفراتها يوم ولدتك وأصابها الطلق والولادة والألم، وقبل ذلك الحمل 9 أشهر أو أكثر في بطنها، ثم بعدما وضعتك صارت تخدمك وتزيل الأذى عنك وتنظفك وترضعك من ثديها وتحملك وتدافع عنك الأذى وأنت صغير لا تستطيع، حتى كبرت، فأنت لا تؤدي حقها بالكامل، ولكن تؤدي ما تستطيع. وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولذا صار عقوق الوالدين والعياذ بالله من الكبائر الموبقة، عقوق الوالدين من الكبائر الموبقة أي المهلكة. وبذي القربى بعد الوالدين القرابة، تحسن إلى القرابة التي تجمعك بهم الصلة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، كل من تربطك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فإنهم ذوي القربى، لهم عليك حق الصلة، صلة الرحم، هذا واجب عليك أن تصل رحمك، وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم والعياذ بالله من كبائر الذنوب، تستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى. وبذي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، الصغير الذي لم يبلغ الحلم وقد مات أبوه، هذا هو اليتيم، فقد أباه الذي يحنو عليه ويكسب له وينفق عليه، فهو بحاجة إلى أن يواسى من قبل إخوانه المسلمين بالإحسان، الإحسان إليه. واليتامى والمساكين جمع مسكين وهو الفقير،
الفقير الذي ليس عنده ما يكفيه ولا يقدر على الكسب، ما عنده كفايته ولا يقدر على الاكتساب، هذا يحتاج إلى المواساة. قد جعل الله له نصيبا من الزكاة، فأنت تعطيه وتواسيه بقدر ما تستطيع، تعطي الفقير وتواسيه بقدر ما تستطيع، وقد أوجب الله له عليك حقا هو الزكاة من مالك. والجار، الجار جارك في البيت المجاور لك في السكن، جار القريب أو البعيد، كل من يسكن حول بيتك فإنه جار، له حق عليك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار له حق بأن تكف عنه الأذى وأن تبذل له المعروف والإحسان بحكم الجوار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، ثلاثة حقوق. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم غير القريب، الذي ليس من أقاربك، له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، جارك الكافر له حق الجوار ولو كان كافرا، له حق الجوار. والجار ذي القربى أي القريب نسبا منك، والجار الجنب وهو الجار غير القريب، الجار غير القريب مسلما كان أو غير مسلم، إن كان مسلما فله حقان، وإن كان غير مسلم له حق واحد. والصاحب بالجنب قيل هو صاحب بالجنب، هو رفيقك في السفر، هذا هو الصاحب بالجنب. وقيل هو الزوجة هي الصاحب بالجنب. وقيل هو الصديق مطلقا، هو الصديق صديقك مطلقا، له حق عليك، هذا هو الصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، لم يبقى معه نفقة توصله إلى مقصده ورجوعه إلى بلده، إما أن نفقته نفدت وانتهت، أو أنها سرقت، أو أنها ضاعت، فبقي ما معه نفقة وصار منقطع في الطريق، هذا له حق. وإن كان غنيا في بلده، لو كان غني في بلده، إذا فقد النفقة في أثناء السفر فله حق على أخيه المسلم، له حق على المسلم بأن يعطيه ما يوصله إلى بلده. ابن السبيل هو المسافر المنقطع، يعطى ما يوصله إلى بلده من الزكاة أو من غيرها من الصدقات. ثم قال جل وعلا: وما ملكت أيمانكم، أي وأحسنوا بما ملكت أيمانكم. والمراد بما ملكت أيمانكم الأرقة، المماليك من بني آدم الذين صاروا مملوكين
فيجب على سيدهم الإحسان إليهم بالنفقة والسكنى والكسوة، وألا يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. وكذلك ما ملكت أيمانكم يشمل حتى البهائم التي تملكها، تحسن إليها. البهائم التي تملكها من الإبل والبقر والغنم أو غيرها من الطيور أو غيرها، تحسن إليها بأن تعطيها كفايتها من الطعام والشراب، وأن لا تحملها ما لا تطيق، لأنها بهائم تحس بألم الجوع والعطش والإنهاك، فلا يجوز لك أن تسيء إليها، بل يجب عليك أن تحسن إليها، توفر لها نفقتها وسقيها والمكان اللائق بها. وإذا استعملتها فلا تشطط عليها بالعمل، ولا تحملها ما لا تطيق. والبهائم لها حق حتى ولو كانت ليست ملكا لك، تحسن إليها. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في بئر لتشرب، نزلت في البئر لتشرب، فشربت، فلما صعدت من البئر وجدت كلبا على شفير البئر يلهث من العطش، يلهم الثرى من العطش، فقالت لقد أصاب هذا مثل ما أصابني، فنزلت في البئر مرة ثانية وملأت خفها الذي تلبسه، ملأته بالماء، ثم صعدت وسقت الكلب، فشكر الله لها ذلك وغفر لها، شكر الله لها ذلك وغفر لها لما أحسنت إلى هذا الكلب وسقته. وبالمقابل قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ماتت الهرة وهي محبوسة من الجوع والعطش، فأوجب ذلك لهذه المرأة والعياذ بالله دخول النار. فهذه البهائم لها حق أن تحسن إليها أيضا. هذا هو الإحسان إلى المخلوقين، تحسن إليهم ببذل الندى يعني العطاء وكف الأذى عنها، لأن لها حق، سواء كانت من الآدميين أو كانت من البهائم. هذه أنواع من الإحسان إلى الخلق. وكذلك من الإحسان إتقان العمل، إتقان العمل. الإنسان إذا كان يعمل، يبني أو يخيط ثياب أو ينسج ثياب أو يعمل أي عمل بالأجرة، يعمل أي عمل بالأجرة كالمقاولين أو الصناع، أو يعمل ينتج منتجات يبيعها للناس، فيجب عليه أن يحسنها، بمعنى أنه يتقن صنعتها وألا يغشها ولا ينقص منها شيء، بل هذا من الإحسان، إحسان العمل، إحسان العمل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فتحسن العمل الذي تكفلت به بالأجرة أو بغير ذلك، تحسنه وتتقنه ولا تغش فيه ولا تنقصه شيئا. هذا من الإحسان في الصنعة وإتقان الصنعة وإتمام العمل الذي تمنت عليه، هذا من الإحسان أيضا. فالإحسان
مجالاته واسعة وكثيرة، وحتى من يستحق القتل من الآدميين أو من يراد ذبحه، ما يراد ذبحه من البهائم للأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا كان إنسان مستحقا للقتل حدا أو قصاصا، فإنه لا يجوز تعذيبه، بل يقتل قتلة حسنة مريحة، يقتل قتلة حسنة مريحة ليس فيها تعذيب ولا مثلة ولا تقطيع أطراف ولا تجريح، وإنما يقتل قتلة مريحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا أردت أن تذبح بهيمة للأكل، بعيرا أو بقرة أو شاة أو طائرا أو غير ذلك مما يؤكل، فلا تعذبها عند الذبح، لا تعذبها عند الذبح، بل تذبحها ذبحة مريحة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، يعني السكاكين تحد، ما تكون كالة تعذب الحيوان، وأيضا أن توارى عن البهائم، ما تظهر السكين أمامها أو تذبح أمامها دابة أخرى، هذا تعذيب. أمر صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، يعني السكاكين، وأن توارى، يعني تغطى عن البهائم. هذا من الإحسان إلى البهائم التي يراد ذبحها. وكذلك الآدميين الذين يراد قتلهم، قد أباح الله قتلهم بحد أو بقصاص، فإنهم يقتلون قتلة مريحة لا يعذبون، هذا من الإحسان. فالله جل وعلا أمر بالإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أمر بالعدل والإحسان، أمر بالإحسان في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان، أي أوجبه، كتب يعني أوجب، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا الذبح القتلة، وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينه، وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان، هذا هو الإحسان. ثم ننتقل إلى النقطة الأخيرة من الحديث. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة، أي عن قيام الساعة، متى يكون، متى يكون قيام الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، فهو من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه فواتح الغيب، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، منها قيام الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا مصلحة لنا في معرفة وقت قيام الساعة، ليس لنا في مصلحة،
لو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله لنا. الله جل وعلا أمرنا بالعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل، أما قيام الساعة فهذا إلى الله، ما لنا مصلحة في معرفته، بل المصلحة في عدم معرفته، ولذلك أخفاه الله جل وعلا عنا، فلا يعلمه جبريل الذي هو سيد الملائكة، ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق. ما المسؤول عنها؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل. أي أنا وأنت سواء في عدم معرفة وقت قيام الساعة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، أي أنا وأنت كلنا لا نعرفها، ولا يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هذا من علم الله جل وعلا الذي اختص به ولم يظهره لأحد جل وعلا. فلا يجوز السؤال عن قيام الساعة، وإنما يجب العمل الصالح والاستعداد، هذا هو الذي نحن مطالبون به، ولم نطالب بمعرفة وقت قيام الساعة. قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. وجبريل إنما سأل الرسول هذا السؤال ليبين للناس أن هذا من اختصاص رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يسأل عنه أو أن يبحث عنه، لأن هذا من علم الله جل وعلا الذي لا يعلمه إلا هو. قال أخبرني عن أماراتها، أي العلامات التي تدل على قرب قيامه. هذه الأمارات، الأمارات يعني العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، هذه بيّنها الله لنا، أمارات الساعة بيّنها الله لنا جل وعلا. قال سبحانه هل ينظرون، أي ما ينتظرون، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراطها علاماتها التي تدل عليها، وأول علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، هذا أول علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن علامات الساعة ثلاثة أقسام، قسم مضى وانتهى، قسم مضى وانتهى، وقسم وهو القسم الثاني هذا لا يزال، لا يزال لم ينتهي، لا يزال يحدث شيئا بعد شيء لم ينتهي. أما الذي مضى وانتهى فهو ما كان من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان من الفتوحات في المشارق والمغارب، وما كان من الفتن التي ظهرت بعد مقتل عثمان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، الفتن التي ظهرت هذا من علامات الساعة، الفرق التي ظهرت القدرية والخوارج والمعتزلة والجهمية، الفرق التي ظهرت ظهورها من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقد حصل ذلك، حصلت الفرقة الاختلاف، هذا من علامات الساعة التي مضت وحصلت. أما العلامات التي لا تزال تتجدد وتحدث
فهو ما بين أيدينا الآن، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن علاماتها، قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها. ما معنى؟ قال العلماء: معناه أنه يكثر التسري في آخر الزمان، تسري يعني وطئ المملوكات، السيد الذي يملك الأمة يطأها ثم تحمل منه ثم تأتي بمولود، هذا المولود حر وأمه رقيقة، هذا المولود حر لأن أباه حر وأمه رقيقة مملوكة، فهذه الأمة ولدت ربتها أي سيدتها، لأن بنتها حرة فتكون سيدة لأمها، هذا قال العلماء هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، أي إن المملوكات يلدن بنات حرائر من أسيادهن، فالبنت حرة والأم أمة، فتكون البنت سيدة لأمها، هذا من علامات الساعة. ومن العلماء من يقول إن هذا معناه فشو العقوق في آخر الزمان، فتتكبر البنت على أمها حتى تكون كأنها سيدة لها، يفشو العقوق في آخر الزمان حتى تكون البنت تتكبر على أمها حتى تكون كأنها سيدة لها من العقوق والتجبر، فالله أعلم. العلامة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة، الحفاة الذين ليس عليهم نعال، العراة الذين ليس عليهم لباس، العالة الفقراء جمع عائل وهو فقير، رعاء الشاء أي الذين يرعون الغنم، في آخر الزمان يفيض عليهم المال، يفيض عليهم المال فيتفاخرون بالمباني، ببناء البيوت والقصور والمساكن وتنميقها وتزويقها وتزيين المباني، وهم كانوا بالأمس في البادية حفاة عراة يرعون الغنم، يرعون الأغنام، في آخر الزمان ومن علامات الساعة أن هؤلاء يفيض عليهم المال، يفيض عليهم المال، فيصبح همهم التباهي في البنيان، وكما ترون الآن، كما ترون الآن انتشار العمران والمباهات في المساكن، تجد الفقير الذي كان فقيرا بالأمس تجده اليوم يسكن في قصر مشيد ما يسكنه في الأول ولا الملوك، هذا من علامات الساعة. وأيضا قالوا هذا يتضمن أن الذين لا شأن لهم من الناس يتزعمون في آخر الزمان، الذين كانوا لا شأن لهم يتزعمون في آخر الزمان، يصير لهم سيطرة على الناس وهم كانوا بادية حفاة عراة يصيرون أسياد في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تتكلم الرويبضة، قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الإنسان الذي ليس له شأن في آخر في يصير هو سيد الناس وهو أميرهم وهو وهو إلى آخره، وهذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ما ترون الآن من تقارب الزمان وتقارب المكان والاتصالات السريعة ووسائل النقل السريعة، هذا من علامات الساعة. جاء في الحديث أنها تعطل القلوص في آخر الزمان، يعني الإبل تعطل القلوص،
القلوص في آخر الزمان يعني الإبل فلا تركب. فكما ترونه الآن من المخترعات ومن تغير وسائل النقل ومن وسائل الاتصال السريع الذي يربطك بالعالم في أي مكان كأنه إلى جنبك تكلمه وتتفاهم معه وهو في أقصى الدنيا، هذا من علامات الساعة. قلة العلماء وكثرة القراء هذا من علامات الساعة. إذا قل فقهاؤكم وكثر قراؤكم هذا من علامات الساعة. الآن ترون فشو التعليم، فشى التعليم في كل مكان لكن الفقه قليل، القراء كثير الذي يقرؤون ويكتبون لكن الفقهاء الذين يعرفون الحلال والحرام ويفتون في النوازل قليل جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه انتزاعا، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا من علامات الساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه العلامات المتوسطة. القسم الثالث العلامات الكبرى، العلامات الكبرى التي تتتابع ثم تقوم بعدها الساعة والعياذ بالله، وهي أولا ظهور المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يحكم بالعدل ويقيم الإسلام، ثم يظهر الدجال في وقته، المسيح الدجال لعنه الله، الفتان الكافر الذي يدعي أنه الله، يدعي أنه هو الله جل وعلا، ففتنته عظيمة، يظهر في وقت المهدي. ثم ينزل عيسى عليه السلام من السماء كما أخبر الله جل وعلا بذلك، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عيسى من السماء فيقتل الدجال ويريح المسلمين من شره ويحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تظهر الدابة التي كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تسم المؤمن بأنه مؤمن وتسم الكافر بأنه كافر، فيظهر المؤمن والكافر، يعرف هذا وهذا، حتى يقول المؤمن يا كافر ويقول الكافر يا مؤمن، تنادون بهذا، هذا بعد ظهور الدابة. ثم ظهور الشمس من مغربها، ظهور الشمس من مغربها، وهذا حدث عظيم هائل، ظهور الشمس من مغربها، بدل أن تطلع من المشرق تخرج من المغرب، فإذا خرجت من المغرب فإن هذا دليل على قيام الساعة. قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمراد ببعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، وقبل ذلك ظهور يأجوج ومأجوج، يأجوج وماجوج أمة من بني آدم، وكان لهم وجود هائل، وكانوا يرهقون الناس، فجاء ذو القرنين فبنى السد دونهم، بنى السد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، هؤلاء هم يأجوج وماجوج. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هذا هو السد، هذا هو السد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سد عليهم، ما يستطيعون يصعدون ولا يستطيعون ينقبونه ويفتحونه ويخرجون منه. فاستراح العالم من شرهم، لكن قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. إذا قرب قيام الساعة اندك هذا السد، اندك هذا السد يعني سقط وانتهى. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فيخرج يأجوج ومأجوج فيعثون في الأرض فسادا ويقتلون المجازر الهائلة. ثم إن الله جل وعلا يبعث مرضا في أعناقهم يقال له النغف فيموتون جميعا، يموت يأجوج ومأجوج كلهم جميعا في آن واحد. هذه آيات الله سبحانه وتعالى، هذه العلامات الكبرى التي تتتابع ويتبعها قيام الساعة والنفخ في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو البعث والنشور. الصعقة الأولى هي النهاية، نهاية الدنيا. الصعقة الثانية هي البعث والنشور. هذه قيام الساعة الذي لا يعلم وقته إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن قبله علامات تدل عليه. والواجب على المسلم أن يستعد بالأعمال الصالحة، لأن ساعته هي أجله. كل إنسان ساعته هي أجله، إذا مات هذه ساعته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فساعة كل منا هي أجله، فعلينا أن نستعد بالأعمال الصالحة. ومن كان مذنبا ومفرطا فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: ثم ذهب الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قام وخرج انطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه. فطلبوه فلم يجدوه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا حديث عظيم يشتمل على فوائد عظيمة كبيرة، فيه آداب طالب العلم، وأنه يجلس بين يدي معلمه جلسة الأدب، وأنه يسأله سؤال متعلم. قال: أخبرني. جبريل يقول للرسول: أخبرني. هذا سؤال متعلم، ما قال أتعرف كذا أتعرف كذا، سؤال اختبار، لا، قال: أخبرني، يعني ظهر مظهر لما يعرف شيء. هذا من الأدب، هذا من حسن الأدب، وأن المتعلم يكون عند معلمه متأدبا، لا يظهر أنه يعرف أكثر من معلمه، بل يتواضع ويظهر الأدب ويظهر التواضع، وكأنه لا يعرف شيء عند معلمه. قال: أخبرني عن كذا، أخبرني عن كذا. وفي الحديث أيضا أن الدين يتفاضل، أنه مراتب: أولا الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ثم فيه قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه أنه لا يسأل عن الأمور التي ليس للناس حاجة فيها والتي لا يعلمها إلا الله، ما يجوز أن نسأل عن أمور الغيب والأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل.
والأمور التي ليس لنا منها مصلحة ولا فائدة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفيه الاعتبار بعلامات الساعة التي لا تزال تتكرر بين أيدينا وتتواصل وتحدث إلى أن تنتهي بالعلامات الكبار، العلامات الكبار المتتابعة. فعلى المسلمين أن يستيقظوا لأنفسهم، وأن يصلحوا أعمالهم، وأن يهتموا بدينهم، وأن يتساءلوا عنه، وأن يتدارسوه، وأن يعملوا به. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.